هكذا يتم صناعة الفخار والخزف. تتم صناعة الفخار وفق طرق ومراحل محددة فيما يلي توضيح لها. أولا، المواد المستخدمة. يعتبر التراب من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الفخار، ولا يقصد بها التربة العادية التي توجد على سطح القشرة الأرضية، بل هي طينة يعود أصل تكوينها إلى الصخور الصوانية الجرانيتية أو الفيلدسباتية، حيث تحولت هذه الصخور إلى جزيئات صغيرة بفعل عوامل الطقس ومن المواد المستخدمة أيضا المثبتات، وهي المواد التي تحسن من تركيبة الطينة وتغير درجة مرونتها، علما بأنها توجد على 3 أنواع: المثبتات المعدنية والعضوية والصناعية. ومن الجدير بالذكر أن الماء هو أهم المواد المستخدمة، حيث يعد أساسا لإتمام العملية. يتم في البداية استخراج الطينة وجلبها إلى الورشة، ثم تهرس بواسطة مطرقة إلى أن تصبح مسحوقا خاليا من الشوائب، ثم يوضع هذا المسحوق الطيني في أحواض مائية ويترك مدة من 5 إلى 9 أيام، وينتج عن ذلك ما يسمى بالسائل الطيني. ثم تتم تصفية هذا السائل بواسطة المناخل إلى أن يصبح خاليا من الشوائب تماما، ويترك على مسطحات مكشوفة، وذلك ليتبخر الماء منه وينقل بعد ذلك إلى مكان ظليل ورطب للحفاظ على مرونته. ثم يتم عجن الطين بواسطة الأرجل والأيدي بشكل متكرر، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن في أثناء ذلك إضافة المثبتات بأنواعها وفقا لدرجة ليونة العجينة. تشكيل الفخار. بعد تجهيز العجينة الطينية، تبدأ عملية تشكيل الفخار بأشكال مختلفة حسب الطلب، ويتم التشكيل بعدة تقنيات وأساليب. أقدمها هو التشكيل باستخدام الأيدي، حيث كان يتم لف العجينة على شكل حبال أو شرائح ثم وضعها فوق بعضها البعض. وقد ظهر بعد ذلك أسلوب التشكيل باستخدام الدولاب، حيث يتم تقسيم كرات طينية تتناسب مع حجم الآنية المراد تشكيلها ووضعها على مركز قرص الدولاب. ثم يبدأ الصانع بتدوير الدولاب ووضع التصميم الأولي للشكل المطلوب، وتترك العجينة بعد ذلك إلى أن تجف قليلا، ثم يتم إرجاعها إلى الدولاب، ويستخدم المكشط لتسويتها وترقيق بدنها، ويمكن في هذه المرحلة وضع بعض الزخارف عليها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك طريقة أخرى للتشكيل، وهي التشكيل باستخدام القالب، حيث يتم وضع العجينة الطينية داخل قوالب مخصصة وضغطها إلى أن تصبح بالشكل المطلوب. بعد تشكيل العجينة الطينية بالشكل المطلوب، يتم وضعها في الظل على أن يكون المكان رطبا إلى أن تتصلب تماما، ثم تنقل إلى مكان معرض لأشعة الشمس للحد من رطوبتها. بعد تجفيف العجينة الطينية طبيعيا، يتم إدخال الأواني المشكلة إلى أفران خاصة أو مواقد مكشوفة أو حفر في الأرض وتحت درجات حرارة معينة وفقا لتركيبة الطينية، أي الطين الحمراء والبيضاء، حيث ينتج الفخار عن عملية الحرق هذه. صناعة الخزف. الخزف هو فخار تم تزجيجه، ولذلك فإن عملية صناعة الخزف هي عملية صناعة الفخار ذاتها وبمراحلها كافة، وصولا إلى مرحلة الحرق الأول. ومن الجدير بالذكر أن الاختلاف في صناعة الخزف يكمن فيما بعد مرحلة الحرق أو التفخير، حيث يتم غمر الإناء الفخاري المحروق داخل سائل زجاجي معين، وذلك لسد المسامات جميعها وجعله غير راشح للماء، بالإضافة إلى إعطائه ملمسا زجاجيا ناعما. ثم بعد ذلك يتم رفع الإناء من السائل الزجاجي وتركه إلى أن يجف طبيعيا، ويوضع في الفرن لحرقه للمرة الثانية وتحت درجة حرارة معينة، حيث ينتج في النهاية منتج أملس وناعم وبراق مثل المزهريات وفناجين الشاي والأطباق والتحف الصغيرة.